بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. بنعمه الله نبدا معا العام الدراسي الجديد للمرحله الثانيه. وزي ما قلت لكم قبل كده ان بلتقي معاكم في اعداد خدام خلال المرحلتين في ترمين، كل مرحلة 3 ترمات. بلتقي معاكم في ترم ناخد فيه مادة اللاهوت العقيدي في سنة أولى، ثم نلتقي مرة تانية في المرحلة التانية في ترم واحد هناخد مادة اللاهوت المقارن. قلنا في سنة أولى بندرس اللاهوت العقيدي، بنعرف فيه مبادئ العقائد الأساسية لكنيستنا الأرثوذكسية، ودرسنا ايه وايه بقى. مين يقول لي الشاطر ايه العقائد اللي درسناها في سنة أولى؟ الفداء والتجسد والشفاعة قولوا لاهوت السيد المسيح والثالوث القدوس والحياة الأخرى. هندرس طبعا في لاهوت عقيدي في الترم الثاني برضو، مش أنا اللي هدرسه لكم، هتدرسوه في السنترز، بس تدرسوه عقيدي وطقسي في نفس الوقت، اللي هو الأسرار السبعة ندرسها عقائديا وطقسيا. طبعا انا بأهنئ الموجودين كمان بنجاحهم في المرحلة الاولى، نقدر يطلعوا المرحلة الثانية، وان شاء الله هنتبع اسلوب جديد في الامتحانات يختلف عن النظام القديم، بحيث هيبقى بعد كل محاضرة في امتحان، هيبقى اونلاين. وفي الاخر خالص هيبقى في امتحان تحريري، بحيث هتتوزع الدرجات مجموع الكل. يعني الامتحانات بعد كل محاضرة اجمالها ممكن يبقى 50 أو 60% حسب عدد المحاضرات، والامتحان الاخير ما بين 50 و60. وده يستلزم ان الحضور الزامي، لازم نحضر المحاضرات وان يكون في مذاكرة اول باول، ان في ناس تركن كده وتيجي في الاخر عايزه تذاكر وتدخل السلوك في بعضيها، ما يبقاش قادرين يعني يركزوا شويه. وفي نفس الوقت بتدي فرصه لكل واحد انه يعني قدامه فرص كتيره، لان ممكن تصادف يوم الامتحان واحد تعبان شويه. بنعمة الله هناخد الترم ده مادة اللاهوت المقارن. ما هو اللاهوت المقارن؟ بندرس فيه الفروق العقائدية بيننا وبين الطوائف الأخرى. طبعا احنا درسنا في المرحلة الأولى اللاهوت العقيدي، عرفنا العقائد الأساسية بتاعتنا في الفداء والتجسد ولاهوت المسيح، الشفاعة، الثالوث القدوس، الأسرار هندرسها السنة دي برضو، الحياة الأخرى. فبعد ما بعرف الأساسيات بتاعتي هقدر أفهم أناقش الفروق. ما كانش نقدر ندرس لاهوت مقارن قبل العقيدي، وإلا مش عارف أنا هعرف أنا إيه الخطأ فين وأنا معرفش.
زي اي علم بيدرسوا الاساسيات السليمة الاول، وبعد كده يدرسوا الحاجات اللي هي الحالات المرضية او الحاجات اللي هي مش مظبوطة. هنركز في مادة اللاهوت المقارن السنة دي. طبعا مش هنقدر ناخد كل حاجة بيننا وبين الطوائف او المذاهب الاخرى، فهنركز على خلاف عقائدي بيننا وبين الطوائف الخلقدونية بصفة عامة في نقطة معينة، اللي هي أول نقطة خلاف لاهوتي كانت سبب في انشقاق هذه الكنائس عن الكنيسة الأرثوذكسية، اللي هو الخاصة بطبيعة السيد المسيح. ودي هتكون أهم محاضرة، أو بمعنى أصح هتبقى محاضرتين مدمجتين في محاضرة واحدة، أو ربما نقسمهم لاتنين السنة دي، لأن بنحاول نطور شوية عشان يبقى الاستيعاب أكتر. هنشوف حسب الوقت. ودول هنعلن عنهم مسبقا، مش هبدأ بيها، مع ان ده اول خلاف لكن مش هبدأ بيه عشان يبقى التنبيه واضح قبليها والكل جاهز، ولان ما لهمش كتاب، الاعتماد كلي على المحاضرة وعلى استيعابها كويس والتركيز فيها. بعد غير كده هندرس بتركيز شوية الخلافات بيننا وبين اخواتنا البروتستانت، يبقى ما يخص طبيعة المسيح ده خلاف قائم بين كنيستنا وكنيسة الكنائس البيزنطية والكاثوليكية والبروتستانتية. لكن هناخد بالتفصيل اكتر الفروق مع البروتستانت، لان الخلاف معاهم بيبقى في مواضيع اكتر، اكتر خلافات بتبقى بيننا وبين البروتستانت، اللي اقل منهم شوية بيننا وبين الكاثوليك، اللي اقل منهم شوية الكنائس البيزنطية. دي كلها يعني تعتبر مجموعة الكنائس الخلقدونية اللي بنختلف معاها في بعض الأمور اللاهوتية. عايزين نركز شوية بصفة عامة عن هذه الخلافات. طبعا البروتستانت دي داخلها ما طوائف كتيرة، او داخلها يعني ايه مذاهب كتيرة كلها بروتستانتية. وليه هي كتيرة؟ هنقول لو سألتوني في كم مذهب بروتستانتي اقول لكم ما اعرفش، لانه كتار قوي وممكن يعني بيطلع جديد كتير، وهنعرف ليه لما هندرس. لكن في حاجات مشتركة بين معظمهم، فدي اللي هندرسها. أول خلاف اللي هو الخاص بطبيعة السيد المسيح، وده قلنا هنخصص له محاضرتين سواء منفصلتين أو مدمجتين، هناخده بالتفصيل. لكن باختصار بنقول كنيستنا الأرثوذكسية بتؤمن بأن ربنا يسوع المسيح له المجد هو الإله المتجسد كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، له طبيعة واحدة من طبيعتين. هذه الطبيعة تجمع كل الخصائص اللاهوتية والناسوتية لكل من اللاهوت والناسوت، فهو طبيعة واحدة وأقنوم واحد.
الكنائس الخلقدونية يقولوا بوحدة الأقنوم أو الشخص، لكن في طبيعتين. دايما يقولوا المسيح الواحد أو الشخص الواحد، لكن في إيه؟ طبيعتين وفعلين ومشيئتين، فعل لاهوتي وفعل ناسوتي. لكن كل الأفعال بالنسبة لنا إحنا المشيئة منسوبة للإله المتجسد اللي هو طبيعة واحدة للإله الإيه؟ الكلمة المتجسد. ده مجمل القول فيه الخلاف بيننا وبين الكنائس كلها الخلق دينية. تاني خلاف هناخده بتركيز دلوقتي، لكن ممكن له تفصيلات ممكن مش هناخدها يعني في الترم دوت، لكن لازم نبقى عارفينه برضو. انبثاق الروح القدس، وده يشترك فيه مجموعة من الكنائس الخلقدونية مش كلهم. مين ومين؟ الكاثوليك والبروتستانت. ليه الكاثوليك والبروتستانت بس مش البيزنطيين؟ لأن كانوا انقسموا على بعض الكنيسة البيزنطية والكاثوليكية، وبعد كده من الكاثوليك خرج البروتستانت. هم يقولوا المنبثق من الآب والابن، لكن احنا كنيستنا الأرثوذكسية ملتزمة بالنص الإنجيلي وقول ربنا يسوع المسيح، يقول الروح القدس الذي من عند الآب ينبثق. هم يخلطوا بين الإرسال والانبثاق. هو قال أرسل لكم المعزي، ففي فرق بين الإرسال والانبثاق. الانبثاق ده أزلي، لكن الإرسال ده زمني، يعني في وقت معين هيرسل. ففي فرق يعني بين الحاجة الزمنية الإرسال والانبثاق. فنحن نلتزم بنص الكتاب وبإيمان الآباء وبقانون الإيمان، حتى قانون إيمان نقية اللي هو حرم أي حد يغير فيه، وجي بعده قانون المجمع القسطنطينية شرح ما يخص الروح القدس. فبنقول نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب. فنؤمن أولا بالكتاب المقدس قول السيد المسيح، والمصدق والمؤكد عليه بقانون الإيمان اللي اتشرح في مجمع نقيا والقسطنطينية. لكن الكاثوليك أضافوا المنبثق من الآب والابن، والبروتستانت استمروا على هذه النقطة. وديت اللي هنكتفي بها في الشرح فيما يخص هذا الموضوع في الترم دوت. البروتستانت لا يؤمنون بالأسرار، على الإطلاق. ولا يقبلون الكهنوت. مفيش أسرار يبقى مفيش إيه؟
كهنوت، او مفيش كهنوت يبقى مفيش اسرار. والكهنوت عندهم يخصوه بالسيد المسيح الكاهن الاعظم، واحنا برضو بنقول السيد المسيح هو الكاهن الاعظم، وبعد كده يعمموا كلنا ملوك وكهنة. قلنا ان البروتستانت لا يؤمنون بالكهنوت، باستثناء يمكن بعض المذاهب البروتستانتية زي الكنيسة الأنجليكانية والأسقفية، بيبقى عندهم رتب كهنوت، أسقف وكاهن وقس يعني وشماس، بيبقى الأسرار عندهم مش كاملة، وبرضه بمفاهيم غيرنا، لأن بيسمحوا أحيانا بكهنوت المرأة، تلاقي واحدة قسيسة وأكتر من كده بقوم في السنوات الأخيرة يبقى أسقفة كمان. مرة قلنا رحلة في الدير من ألمانيا، فيها قسيس وأسقفة والاتنين اخوات، والأسقفة على أسقفة على اخوها القسيس يعني، فكانت حاجة طبعا يعني ايه مش مألوفة لينا يعني. طبعا في خلاف تاني في مفهوم الخلاص، والإيمان والأعمال، يعني يعظموا دور الإيمان ويغفلوا الأعمال، وينكروا طبعا طالما ما بيؤمنوش بالأسرار فكأن الكنيسة ملهاش دور خالص في نوال الخلاص. يقولوا آمن فقط، آمن فقط، ما عندهمش طقوس، ترتيبات الأصوام، العبادة، الأعياد، يعني في بعض حاجات بسيطة، لكن طقوس بصفة عامة ما فيش، لأنهم لا يؤمنوا بالتقليد أصلا. يقولوا احنا بنلتزم بالكتاب المقدس فقط، لا يؤمنوا بمفاعيل المعمودية حتى لو نفذوها شكليا، لكن لا يؤمنوا بفعاليتها، ولأنهم لا يؤمنوا بالأسرار فلا يؤمنوا بسر الاعتراف ولا بسر الإفخارستية، حتى لو عملوا احتفال بالسر الشكر مش لأنه جسد ودم المسيح كنوع من الذكرى احتفالية، لكن لا يؤمنوا أنه جسد حقيقي ودم حقيقي، وأصلا ما فيش كهنوت. حتى في الكتاب المقدس لا يؤمنوا بكل الأصفار، الأصفار القانونية التانية مثل توبيا ويهودية ويشوع بن صراخ وباروخ وسفر الحكمة وسفري المكابيين وأجزاء أخرى اللي هي تتمت بعض الأصفار، لا يؤمنوا بيها، ولأنهم لا يؤمنوا بالطقوس ولا بالتقليد لا يؤمنوا بالأصوام العامة، عندهم الأصوام الخاصة فقط. طبعا احنا بالنسبة لنا ممكن الواحد يرتب صوم خاص بالترتيب مع باعترافه، لكن ده لا يلغي الصوم العام اللي بيلتزم به الجميع. ما عندهمش رهبنة، حتى الكنائس اللي هي فيها كهنوت زي الكنيسة الأنجليكانية والأسقفية
ممكن يبقوا متزوجين وممكن يبقى واحدة زي ما قلنا قبل كده، لا يؤمنون بالصلاة على الموتى، لا يؤمنون بالشفاعة، طبعا احنا نتكلم على الحاجات دي بالتفصيل، احنا بنقول المجمل، لكن كل عنصر من العناصر دي هنتكلم عن معظمها بالتفصيل. ولأنهم لا يؤمنوا بالشفاعة فلا إكرام للقديسين، ما فيش يعني تكريم للقديسين خالص، وبالتالي ما فيش أيقونات، لا يؤمنوا بالأيقونات، ما تلاقوش أيقونات عندهم خالص، حتى الكنائس لا يبنوها على أسماء القديسين، وبالتالي ما بقول بنقول ما بيسموش الكنائس على أسماء القديسين، يسموها على أسماء أماكن، كنيسة منطقة كذا، أو يعني يسموها على اسم فضيلة معينة، كنيسة الإيمان، كنيسة الرجاء، وهكذا يعني. برضو بيستثنى منهم الأسقفيون، أو الأسقفيين، الكنائس الأسقفية ممكن يسموا على اسم القديسين، يقول لك كاتدرائية جميع القديسين سواء في القاهرة أو سان بول في لندن، لأن مفيش طقوس الكنيسة عندهم، مفيش مذبح، مفيش اتجاه للشرق، التقسيمات بتاعتها ممكن أي حاجة، عشان كده تلاقي حظهم في بناء الكنائس في مصر أكتر مننا بكتير، رغم إن عددهم قليل ياخدوا أي حاجة وممكن تبقى كنيسة. مفيش طقوس، مفيش اتجاه للشرق، مفيش طقوس، مفيش بخور ولا شموع، وسر الأنديل يعني أو مسحة المرضى مفيش صلوات أجبية، كل واحد يصلي كده براحته خالص. كتير من المذاهب البروتستانتية يؤمنوا بالحكم الألفي، إن المسيح هيجي يملك 1000 سنة، ما يكرموش العذراء، بالعكس لا يؤمنون بدوام بتولية العذراء، يقولوا الدعوة إنها اتجوزت بعد ما ولدت ربنا يسوع المسيح من يوسف النجار. يؤمنون بحرية العقيدة وتنوعها، ودي لأن هم ما فيش تقليد عندهم، فكل واحد يفهم الكتاب ويفسره براحته، وده السبب ان في مذاهب كتيره طالعه منهم، عشان كده بقول لكم ما اقدرش اقول لكم عددهم كام، ده يمكن كل واحد له فكر لوحده كمان. يهتموا قوي بمواهب الروح القدس، ولا سيما التكلم بألسنه، بس اي لسان، لا بقى الرسل كانوا يتكلموا بألسنة لغات معروفة، دول ممكن يقولوا كلام كده مش موجود في أي لغة، لسان إيه ده بقى ما نعرفش. مفيش كهنوت يبقى مفيش أبوة روحية، كلنا إخوة، كلنا إيه، حتى الست العذراء أختنا، المسيح له المجد، لأن هم يؤمنوا بالطبيعتين، ففي بعضهم الأخ يسوع. عشان هو قالها أمي وأخواتي، يقول لك احنا إنجليين، طب هو قال كده الآباء الرسل، يقول يعني
يقول لك الاباء الرسل يقول له عبد يسوع المسيح. هو يقول لك ان احنا لما نيجي نتكلم يعني اما حد كبير يقول ده انتوا اخواتي هنقول له يعني ان دي على طول كده. ما فيش طقوس وما يرشموش الصليب، يعني الصليب ما عندهمش بالفعالية اللي عندنا ولا اهتمام بيه، مع ان عندنا احنا طبعا تلاقوا الصليب في كل مكان، في ايدينا وعلى راسنا وفي اعلى مكان في الكنيسة من جوه ومن بره تلاقوا على المنارة. يؤمنون بالاختيار، عندهم عقيدة الاختيار ان ربنا اختار الناس اللي هيخلصوا وهو اللي يعني ايه حسب مسرته اختار منذ الازل بعضا للحياة الابدية. ده مجمل معظم الخلافات اللي بيننا وبين البروتستانت، هندرس بعضها بشيء من التفصيل نظرا لأهميته حسب أهميته. أول حاجة هم لا يؤمنون بالأسرار، لكن هنمسك أهم سر في الأسرار ونتكلم عنه بالتفصيل. قلنا هناخد المعمودية كسر مهم اللي يعتبر باب الأسرار، فنقط الخلاف متعددة. أولا أول حاجة أهمية المعمودية وفعاليتها، بواسطة مين بتتم المعمودية، ده النقطة خلافية. يعني احنا بنعتبر المعمودية سر، لكن البروتستانت لا يرونها كذلك، ما هي السر من الأسرار. المعمودية عندنا بالتغطيس، ممكن ما يبقاش عندهم بالتغطيس أو بأي طريقة أخرى. يعني خامس حاجة معمودية الأطفال، دي حاجات هندرسها، وبعد كده في بعض استفسارات وأسئلة ممكن تتسأل يعترضوا عليها، هنجاوب عنها في حينها عشان الوقت ندخل في الموضوع على طول. أول نقطة بنختلف فيها مع أخواتنا البروتستانت فيما يخص المعمودية، فعالية المعمودية. إحنا نؤمن حسب قول السيد المسيح إن من آمن واعتمد خلص، ولم يقل من آمن وبس، قال من آمن وإيه واعتمد. والقديس بولس الرسول يقول بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني. احنا بنتكلم على أهمية المعمودية للخلاص، فبنجيب أقوال الكتاب من آمن واعتمد خالص وخلصنا بغسل الميلاد الثاني. والقديس بطرس يتكلم عن المعمودية لما جاب يتكلم عن الفلك، بيقول الذي فيه خلص قليلون أي سماني أنفس بالماء، الذي مثاله يخلصنا نحن أيضا أي المعمودية. فالمعمودية بننال بها الخلاص، لكن البرسنت يقولوا آمن فقط، الخلاص بالإيمان فقط، لكن إحنا الكتاب يؤكد ليس بالإيمان فقط، من آمن واعتمد يقول بغسل الميلاد أي المعمودية. بالمعمودية ننال الميلاد الثاني، يعني هم بالاختصار يا أولاد بينسبوا ما هو للمعمودية للإيمان وبس. فيما يخص الميلاد الثاني اللي بنناله من المعمودية،
يقول السيد المسيح لنيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. وبعد كده فسر يعني إيه يولد من فوق. قال: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. وبكده اعتبر أن كل من ولد من الماء والروح يكون قد ولد من فوق، وده هو الميلاد الثاني اللي بنناله في المعمودية. ويحبوا يهربوا من النقطة دهية، يقولوا: آه ما هو لم يقل أن من يعتمد من الماء والروح. لكن طبعا الولادة من الماء والروح تنطبق على المعمودية، لأن نفس المعمودية تشير زي البطن، جرن المعمودية اللي بنخرج منها بنولد منها. بالنسبة للميلاد الثاني يقول برضو معلمنا بولس الرسول: بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني. ويقول عن الكنيسة: مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. وطبعا غسل الماء اللي هو الايه؟ المعمودية. فهي أولا بننال بحسب إيماننا في فعالية المعمودية، أول حاجة بننال بها الخلاص، بننال الميلاد الثاني من الماء والروح، بننال فيها الغسل من الخطايا. طبعا في آيات ذكرناها قبل كده بتشمل الاتنين مع بعض، أو المقتدى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني، ففي غسل وفي ميلاد ثاني. بنضيف ليها بعض آيات أخرى لما القديس بولس الرسول تقابل معه الرب في الطريق، وبعدين بعت له حنانيا الدمشقي فقال له ايه: ايها الاخ شاول، لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. وهنا يورينا أهمية المعمودية، رغم أن ربنا بنفسه اتقابل معاه في الطريق وكلمه، لكن لا يلغي هذا أن يعتمد. قال له: قم واعتمد واغسل خطاياك. ويقول برضو في كورنثوس الأولى 6: لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع بروح إلهنا. ده بيتكلم كده مين؟ الذين اعتمدوا باسم ربنا يسوع المسيح. فبنقول يعني فيها خلاص، ميلاد جديد، غسل من الخطايا، مغفرة الخطايا. يعني هو عبر هنا عن مغفرة الخطايا بالغسل، وبمغفرة الخطايا بأسلوب صريح. أما بيقول القديس بطرس لليهود: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. إذا المعمودية بحسب إيماننا المبني على الكتاب المقدس هي لغفران الخطايا. طبعا لو حسب الدعاءات البروتستانت، لو كان الإيمان هو وحده ما كانش قال لهم واعتمدوا. يقول لك ازاي تغفر الخطايا في المعمودية؟ لأن إيماننا أن المعمودية هي موت مع المسيح وقيامة معه، لأن كان أجرة الخطية موت. فلما بنموت مع أو بنموت معه أو على شبه موته بيكون لنا قيامة ومغفرة الخطايا. عشان كده يقول: أعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته.
أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفن معه بالمعمودية للموت؟ فالمعمودية على شبه موته الحكم اللي صدر علينا بناخده احنا على شبه هو مات عنا، لكن احنا بنتشبه بيه ان كأننا بندخل المعمودية بنموت وبنقوم على شبه موته. عشان كده يقول فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا معه. ودي فيها إشارة لحاجة أخرى، حكاية دفننا في المعمودية دي بتجرنا لنقطة تاني، إن المعمودية بالتغطيس اللي بيدفن ده بيدخل جوه. في المعمودية في عملية تجديد، بنخلع الإنسان العتيق ونلبس الجديد. يقول فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. بتبقى لنا حياة جديدة مع المسيح لما بنخلع الإنسان العتيق بيموت، فبنقوم بنبقى أولاد آدم ورثنا الخطية، فبالميلاد الثاني الجديد بننسب لله فبنقوم بحياة جديدة. في المعمودية نلبس المسيح حسب إيماننا، يقول لأنكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، فنلبس الصورة الإلهية التي فقدناها بالخطية. زي بالخطية ورثنا الخطية تشبهنا بآدم، فالإنسان بيشبه والديه دايما، فاللي بيتعمد يقول لبسنا المسيح. تلاقي ولاد ربنا مميزين كده لهم شكل المسيح، يقول أنتم رسالة المسيح المقروءة من جميع الناس. تلاقي ملامحه سلوكه قل تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب، فهو مثل أعلى لينا. تلاقي إيه أولاده بيبقوا شبهه، فالكتاب بيعبر عنها قد لبسنا المسيح، بقى لينا شكل المسيح له المجد. حتى الرموز اللي في العهد القديم بتشير لهذه المفاعيل اللي بنؤمن بيها للمعمودية، والبروتستانت ما يقبلوهاش، ينسبوا كل حاجة للإيمان مش للمعمودية. من ضمن الرموز زي ما قلنا قبل كده الفلك، إلى الذي فيه خلص قليلون أي السماني أنفس بالماء الذي مثاله يخلصنا نحن أيضا أي المعمودية. فهنا الرمز نفسه بيشير للمفاعيل اللي احنا قلنا بالمعمودية فيها خلاص، الفلك خلص. يقول الذي فيه خلص قليلول أي الثماني أنفس بالماء. وطبعا نفس الشيء عبور البحر الأحمر، هنقولها بس واحدة واحدة، لأن كان في موت وحياة، تحرروا من العبودية، إنسان العتيق مات وطلعوا أحرار. فرعون انهزم وهم حيوا، وطبعا الأمثلة المية موجودة والكهنوت كان موجود، موسى يمثل الكهنوت، فكل العناصر الرمزية موجودة والنبوات موجودة. من ضمن النبوات والرموز القوية في العهد القديم اللي تشير لمفاعيل المعمودية اللي بنؤمن بيها وينكرها البروتستانت وينسبوها للإيمان فقط،
ما ورد في حسقيال 16، أما بيقول يخاطب النفس البشرية، يقول دخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرت لي، فحممتك بالماء وغسلت عنك دمائك ومسحتك بالزيت. طبعا احنا قلنا من ضمن المفاعيل المعمودية الايه؟ الغسل، الغسيل من الخطايا. فهنا يقول غسلتك غسلت عنك دمائك، فهو الغسيل من الخطايا، وبالتالي المعمودية هي فيها خلاص ومغفرة للخطايا. إيماننا بالمعمودية إن من خلالها بننضم لعضوية الكنيسة، عشان كده بنقول دي باب الأسرار. لا يمكن أحد يبقى عضو في الكنيسة ويستفيد بكل بركاتها ما لم يكن يتعمد الأول، عشان كده نقول المعمودية باب الأسرار. وكان الختان في العهد القديم يشير لكده للمعمودية، فزي ما الإنسان كان في العهد القديم ما يبقاش عضو في جماعة الله إن لم يكن مختون، والإيمان هنا كان يشير لإيه؟ للمعمودية. فحتى الرموز القديمة تؤكد إيماننا بفعالية المعمودية، بننال بيه العضوية وفي خلع جسم خطايا البشر بالختان، زي في جزء بيتقطع وبيموت، وزي الختان بتبقى علامة خلاص لا تمحى، بيبقى المختن ده بيفضل بقى حياته كلها كده، وأيضا المعمودية بقت سمة لا تمحى. زي الختان ما كان بأمر إلهي، ربنا أمر إبراهيم في الأول وبعد كده في الشريعة لما أدها لموسى صارت الشريعة لازم الختان في اليوم الثامن، أيضا المعمودية كانت بأمر إلهي، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. اذهبوا إلى جميع، تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم، علموهم جميع ما أوصيتكم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وعن علاقة الختان بالمعمودية الكتاب في آية جميلة يقول وإذ كنتم أمواتا بالخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. يعني شبه عدم المعمودية غلف، يعني غير مختول. يبقى أول نقطة من نقط الخلاف مع أخواتنا البروتستانت هي إيماننا بفعالية الإيه؟ المعمودية. والنقط الكتيرة فيها ديت إحنا بنؤمن بفعاليتها في إيه وفي إيه، فيها غفران، فيها غسيل، فيها ميلاد جديد، كل النقط اللي قلناها. تاني نقطة، المعمودية هي من عمل الكهنوت، لأن إحنا المعمودية بالنسبة لنا سر. فالكتاب المقدس لم يترك، لما أمر بالمعمودية لم يترك أمر المعمودية للكل، ولكن كان في تخصيص مين اللي يقوم بهذا العمل. فقبل صعود ربنا يسوع المسيح وصى تلاميذه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. يبقى العمل ده مين المنوط بيه؟ التلاميذ. وده اللي حصل بالفعل، الرسل بدأوا يعمدوا، وبعد كده رسموا أسقفة وكهنة وكلفوهم ان يمارسوا هذا السر. عشان كده بالنسبة لنا المعمودية لا تتم ولا تقبل الا لو كانت بواسطة كاهن شرعي.
ما ينفعش حد يقول انا اتعمدت كده، حد يغطسه في ميه ويبقى اتعمد، لا، لازم بواسطة كاهن شرعي. شرعي يعني وضعت عليه اليد، ولا يكون هذا الكاهن محروما او مشلوحا. وبالتالي لو حد برصانتي جه وعايز يقول انا اتعمدت، هل معموديته دي تبقى كأنه اتعمد؟ لا، يبقى ما اتعمدش. ليه؟ لان اولا لم تكن على يد كاهن شرعي، وبالنسبة له قابلها ليس كسر وليس لها فعالية روحية، كأنها علامة او اعلان خارجي فقط. لكن بالنسبة لنا، ودي النقطة الثالثة في الخلاف بيننا وبين البروتستانت، المعمودية بالنسبة لنا هي سر من الأسرار. عشان كده لابد أن تتم، ما هيش مجرد عمل كده يعني شكلي، لكن ده سر بننال من خلاله نعمة غير منظورة من خلال المادة المنظورة اللي هي المعمودية بالماء، ولا نستغنى عنها. مينفعش نقول آمن فقط، لا، ده سر لازم ناخده، لأن تعليم ربنا يقول تلميذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن. ونشوف أهمية المعمودية، أن في اليوم الخمسين لما وقف بطرس واتكلم للناس وآمن 3000 نفس، فسألوا بعد ما تأثروا، بيقولوا ماذا نفعل؟ فقال لهم ايه القديس بطرس؟ قال توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. هم كانوا امنوا خلاص، طب نعمل ايه؟ ليعتمد كل واحد على اسم يسوع المسيح. فلو لم تكن المعمودية ضرورية ولازمة ولا يمكن الاستغناء عنها، تخيلوا 3000 واحد في وقت واحد عايزين يتعمدوا. ده احنا لما يكون في مناسبة من المناسبات ويكتر العدد شوية بيبقى صعب، ونوصي الناس ما تركزوش على أيام معينة، يتوزعوا على بقية الأيام، لأن المعمودية عمل بياخد جهد ومكان وطاقة. لكن شوفوا ما يكون 3000، تخيلوا ناس عددكم كده بس وقلنا هيتعمدوا، ده يبقى عمل كبير قوي. شوف أضعاف أضعاف أضعافكم يتعمدوا في وقت واحد عمل شاق، ما لم تكن الحاجة للمعمودية ملزمة وضرورية ما قام بها الآباء الرسل. أهمية المعمودية تظهر أيضا في الموقف بتاع الخص الحبشي، لما تقابل مع فلوبس وبعد كده وكلمه وتأثر وآمن بالكلام اللي قاله له فلوبس، وبعد كده شاف مية قال هو ذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ فعمده فلوبس ومضى فرحا. أهمية المعمودية كسر لا يمكن الاستغناء عنه. شوفوا شاول اللي هو القديس بولس الرسول تقابل مع السيد المسيح شخصيا، ورغم كده
ربنا بعت له حنانيا وقال له لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. طب ما يكفيش ايمانه؟ لا. ما يكفيش انه المسيح نفسه لو المجد قبله؟ لا، لان ده امر السيد المسيح نفسه. حصل ايضا مع سجان فيليبي لما امن اعتمد في الحال هو والذين له اجمعون، ما انتظروش، في الحال اعتمدوا. وحصل نفس الوضع مع ليديا بائعة الإرجوان لما آمنت اعتمدت هي وأهل بيتها. إن المعمودية سر لازم للخلاص أو لنوال الخلاص. كورنيليوس ربنا بعت له بطرس الرسول وأعلن له بواسطة علامة ظاهرة قبول الأمم، مما جعل القديس بطرس الرسول يقول: أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن وعمدهم؟ إيه الداعي إن كان يعمدهم ما لم يكن المعمودية لازمة لنوال الخلاص؟ وعشان كده يا أولاد احنا لغاية دلوقتي نهتم جدا بالمعمودية، وبنوصي الأهل ان ما يأخروش المعمودية. حتى لما حد في أي مكان يكون معاه طفل ويقدمه كده صلي له، نسأل اتعمد ولا لأ؟ لو ما كانش اتعمد مش هينفعه أي حاجة، لا صلاة ولا غيره. وده يبين ان لازم الناس ما تتهاونش في النقطة دهية، لان المعمودية بالنسبة لنا سر مقدس لازم لنوال الخلاص. نقطة رابعة في الخلاف بيننا وبين اخواتنا البروتستانت حكاية التغطيس. ممكن هم يعمدوا بالرش او باي طريقة، مش شرط التغطيس، ولكن احنا ملتزمين بالتعليم الكتابي والتسليم الرسولي. ربنا يسوع المسيح نفسه لما تعمد يقول: فلما اعتمد يسوع صعد من الماء. حتى احنا لغاية دلوقتي نسمي العيد دوت بعيد الايه؟ الغطاس. شوفوا من قديم الازل ان كان في تغطيس، غطس في الماء الاردن. حتى في لبس برضو لما عمد الخصي يقول: فعمده ولما صعد من الماء خطف روح الرب في لبس. نفس كلمة معمودية. ما معنى كلمة معمودية؟ الكلمة اليونانية بتاعتها بابتزما. بابتزما يعني صبغة. طب الناس لما يحب يعني حد بيصطبغ. طب احنا الناس لما نحب نصبغ حاجة بنعمل ايه؟ ينفع نجيب الصبغة كده ونرشها على القماش مثلا؟ لازم تغطس. تتشرب وتاخد. عشان كده الصبغة. حتى بحسب إيماننا بنقول المعمودية هي موت ودفن مع المسيح. الموت والدفن يعني ايه؟ يعني الواحد بيدخل جوه القبر، مدفونين معه في المعمودية. يعني المعمودية تشير للقبر،
يبقى لازم الواحد يبقى جوه الايه، جوه الميه، جوه المعموديه مش براها. ونفس الوضع المعموديه ولاده. ما هي الولاده؟ جسم بيبقى جوه جسم، كائن جوه كائن، اما بيتولد بيخرج من جوه ايه؟ بطن امه. عشان كده الام المعموديه تبقى امنا، يعني احنا اولاد الايه، يقول لك اولاد معموديه. المعموديه تشير للبطن اللي بنتولد منها، فعشان نتولد منها لازم نكون فين؟ جواها. حتى بنقول ايماننا المعموديه بنغتسل فيها. الغسيل ما يتغسلش كويس غير لازم ايه؟ يتنقع جوه الميه، وما ينفعش كده ارش شويه ميه يبقى بغسل. ده لازم جوه الميه ويدعك فيه بحيث الميه تتخلله كله. حتى من الناحيه الاثريه والمعماريه نلاقي كل الكنائس الاثريه والقديمه فيها جرن المعمودية الكبير كده ان الانسان يغطس فيه. دي النقطة الرابعة بنختلف فيها مع اخواتنا البروتستانت. في نقطة خمسة، حكاية معمودية الاطفال. يقولوا لا، الكتاب بيقول من امن واعتمد. الطفل لسه ده ما فيش ايمان، وبالتالي ما ينفعش يتعمد. وده الحياة مبني على عدم الإيمان بأهمية المعمودية للخلاص أو لنوال الخلاص. لكن لأننا نؤمن أن بدون إن كان أحد ليولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات، فإيش ضمننا أن الطفل ده هيكبر وهيعيش لما يكبر وبعد كده نعمده؟ ما جايز يموت وهو طفل. فإن كان ربنا يسوع المسيح قال إن كان أحد ليولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، طب مين يتحمل مسؤولية إن طفل زي كده يتحرم من الملكوت؟ فحرصنا على أبدية هؤلاء الأطفال بنهتم بمعموديتهم. وبعدين اصلا الاطفال مؤمنين بالفطره، ما فيش عندهم ما يمنع رفض الايمان، فبيعمدوا على ايمان والديهم. لان الطفل اللي بيطلع يلاقي ابوه وامه مؤمنين بيعمل زيهم. وهنا بتكون فرصة للطفل يتشبع وينمو في النعمة والفضيلة من طفولته. طبعا يقول من آمن واعتمد، طبعا بالنسبة للكبير لازم يعلن إيمانه، لكن الطفل بيعتمد على، بنعمده على إيمان أبويه بحيث إنه باعتباره له إيمان أبويه، ما فيش عنده ما يعترض بيه على إيمان أبويه. زي ما هيعمله هيعمل. ده غير إن ربنا يسوع المسيح قال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. ده حتى في الرموز والنبوات الخاصة بالمعمودية، قلنا من رموز المعمودية ايه؟ الختان. طب الختان كان بيبقى فين؟ امتى؟ في اليوم الثامن، ان يبقى من شعب الله، مع انه لسه ما كبرش وعرف انه هيقبل ولا لا. الكتاب دايما يشير
ان فلان او فلانة امن هو وكل اهل بيته واعتمدوا، كل اهل بيته دول فيهم اطفال ولا مفهومش؟ فيهم اطفال طبعا. فلم نجد نص واحد يمنع او يستثني من اهل البيت الاطفال. ودينا امثلة، سجان فيليبي وكورنيليوس وليديا بائعة الارجوان انها اعتمدت هي واهل بيتها. قديس بولس الرسول لو عمدت ايضا بيت استفانوس، بيته يعني هو وكل اللي بما فيهم الاطفال. حتى برضو من الرموز القديمة لما عبروا البحر الاحمر، وقلنا البحر الاحمر كان بيشير للمعمودية، استثنوا الاطفال ولا الاطفال برضو عبروا؟ عبروا كلهم. خلاص الاطفال من سيف الملاك المهلك اللي هي في الضربة بتاع القتل الابقار، مش كانوا اطفال نجوا بدم، بالدم اللي هو رمز الدم المسيح. دي كلها اشارات لقبول الاطفال في المعمودية، بل لزوم معموديتهم. عشان كده الكنيسة وان كانت تأمر صراحة بأن الأم لا تدخل الكنيسة بعد الولادة لمدة 40 يوم في حالة الولد و80 يوم في حالة البنت، إلا أنها تعاقب من يتأخر عن معمودية الأطفال بعد ذلك. هتقولي طب نفترض في طفل او طفلة يعني تعب ولا حاجة، ممكن اي حد تاني ياخدهم يتعمدوا، الاطفال يتعمدوا ولو ابن يوم او بنت يوم. الاطفال ما لهمش دعوة بالاربعين والتمانين. مين اللي الاربعين والتمانين دي ليها علاقة بمين؟ بالام. ممكن اي حد يدخل ويعمدوا. عشان كده اللي اتأخر تكون عدت ال40 يوم وال80 يوم وتيجي عايزة تدخل الكنيسة وما تكونش عمدت، ما تتناولش، ملهاش الحل انها تتناول. ليه قبل كده؟ لانها ما كانتش ربعانت، ما كملتش ال40. لكن لما تطول وتتأخر مش بتتمنع لانها لسه في الفترة اللي لا يسمح لها بالدخول، لا تتمنع من التناول لأنها تعتبر خاطية مانعة، إنها مهملة في عماد ابنها أو بنتها. وقوانين الكنيسة كانت تعاقب الوالدين معا، الأب والأم، اللي يهملوا في معمودية أبنائهم. يعني مش مجرد الكنيسة بتسمح، لا بتكون متشددة إن لازم الأطفال يتعمدوا. هيقولوا طب نفترض لو الطفل طلع كبر بعد كده وغير ايمانه، طب ما زي واحد ممكن بيقبل الايمان وبيرفضه بعد كده. مش في ناس بتؤمن؟ يهوذا ده مش كان من ضمن تلاميذ المسيح وهلك؟ والقديس بولس الرسول يخاطب اهل غلاطي يقول الغلاطيون الاغبياء، بعدما بدأتم بالروح تكملون بالجسد. ديماس قد تركني لأنه أحب العالم الحاضر، ده شيء تاني. في بعض أسئلة توجه لنا من البروتستانت حوالين المعمودية، يقولون كانت المعمودية تجديدا فلماذا نخطئ بعد المعمودية؟ هي تجديد، الواحد بالمعمودية بياخد بيبقى خليقة جديدة، نظيف تماما. لكن في نعمة ربنا اداها للإنسان ما بياخدهاش منه بالمعمودية، والإنسان بياخد نعمة لكن لا تنزع منه نعمة. النعمة اللي ربنا اداها لنا الحرية. ما هو لو في المعمودية اتخذت الحرية يبقى خلاص
الإنسان ملوش حرية يختار الخير والشر، أو ما بتديش العصمة، وبالتالي ممكن الإنسان يغلط لأن مازال حر ومريد. يقول لك طيب يعني انتوا بتقولوا المعمودية بتدي مغفرة الخطايا وبتدي يعني غسيل وكده، طب شوفوا ابونا فلان ولا علان اللي بيعمد، شوفوا بيعمل ايه، ازاي ده هيعمد والواحد يتغفر له خطيته بقى، او سيدنا فلان دي لا تلغي، دي عدم امانتنا لا يبطل امانة الله. الا على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، كل ما قالوه لكم افعلوه حسب اعمالهم لا تعملوا. الكهنوت ده زي انسان صراف، ممكن يبقى محلتوش ولا مليم، لكن ممكن يقبض الناس بالالاف والملايين، زي بسطجي يدي ناس رسائل مفرحة وهو ما يكونش يملك الفرح. فعدم أمانة الكاهن حتى لو فرض إنه موجود كده، طالما كاهن شرعي لا يلغي أمانة الله. يقول لك طب انتوا بتدققوا قوي في المعمودية كده، طب واللص اليمين كان اتعمد؟ قال لهم ده المعمودية، ده أكتر واحد عاش المعمودية، ده المعمودية بنؤمن إنها موت مع المسيح، وده مات مع المسيح وخد النطق من المسيح نفسه له المجد، زي اللي بيستشهد، في ناس كانت تؤمن وتستشهد قبل ما تتعمد، فبيحسب دمها لها معمودية. يقول لك طب إذا كان كده، طب ليه بولس وسيلة قال سجان فيليبي آمن بالرب يسوع فتخلص؟ فهنا الخلاص بالإيمان، ما قالش بالمعمودية. طب ما طبعا الخلاص بيبدأ بالإيمان، ما هو الإنسان مش هيعتمد إلا لما يكون إيه؟ بيؤمن. لكن أنت اللي بيقول كده يجيب جزء من الآية ومن الحدث وما كملش الباقي، إن بعد كده بيكمل يقول إيه بعد قول الرسول له إنه يعني آمن بالرب يسوع فتخلص، كلماه وجميع أهل بيته بكلمة الرب، وبعدين اعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. طب إذا كان آمن فقط اعتمد ليه هو والذين له أجمعون بما فيهم الأطفال طبعا؟ وده أسلوب برضو من الأساليب، أخذ الآية الواحدة من غير ما نربطها ببقية الآيات والأحداث. يقول لك طيب أنبياء العهد القديم دول كلهم اللي ما تعمدوش دول مش هيخلصوا؟ أولا ما كانش صدر أمر بالمعمودية، لكن التزموا برموز المعمودية، اتختنوا مثلا. يقول لك المفاعيل اللي انتوا بتقولوها دي بالإيمان وبالكلمة، يقول لك مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، فالغسل مش بالمية، الغسل ده بالإيه؟ بالكلمة. ودي خطورة الآية الواحدة، يعني فسروا قلب غسل الماء بالإيه؟ بالكلمة. طب لو الآية كده وبس، لكن طب بقية الآيات كلها اللي بتتكلم عن المية، كان أحد ليولد من الماء والروح وخرج من الماء، الذين يشهدون في الأرض الروح والماء والدم، أو خرج منه دم وماء، كل ده بنلغيه
ويجيبوا آيات أخرى، يقول لما بل بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد شاء فولدنا بكلمة الحق ولم يقل ولدنا بالمعمودية. وبالتالي ما فيش أهمية للم... طب ما هو طبعا المعمودية دي ما بتجيش غير بالكلمة الأول، الرسل يبشروا وبعد كده الناس تؤمن، وبعد كده لما بيؤمنوا بيتعمدوا. فممكن حذف المعلوم جائز، يعني بيجيب الكلمة الأول، طالما الكلمة أو الإيمان تم يتبع ده حتما بأنه يلتزم بباقي ما آمن به. شوف الكتاب يقول كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث. وبالتالي أهمية الكلمة في الأول، لكن نتيجة الكلمة يحدث الإيمان، ونتيجة الإيمان تتم المعمودية. فليه أجيب حاجة وألغي التانية؟ فبنقول حذف المعلوم جائز، ففي حاجات بتبقى ضمنيا معروفة أنها تؤدي حتميا لما بعدها. فعبارة غسل الماء بالكلمة تعني الاثنين مع بعض، يعني بالكلمة وبالمية، بتبدأ بالكلمة وتنتهي بالمعمودية. طبعا الأمثلة موجودة على كده من اللي قلناه قبل كده كتير. ده غير بقى الكتاب نفسه ادى أهمية للمية ورمزها. يعني في الأول في الخلقة الأولى كان في إيه؟ وروح الله كان يرف على وجه المياه. فمن الروح والماء تمت الخليقة الأولى. وفي الخليقة الثانية أيضا يقول إن كان أحد ليولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. ربنا نفسه شبه نفسه بالماء، قال تركوني أنا ينبوع المياه الحي لينكروا لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تضبط ماء. من آمن بي كما قال الكتاب تخرج من بطنه أنهار ماء حي. وقال عن نفسه أنه معطي الماء الحي. أما قال السامرية بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. ده غير الرموز الكتيرة اللي قلناها زي البحر الأحمر والما ورد عن الماء صراحة في عدة مرات، إن هو نفسه تعمد في نهر الأردن، ربنا يسوع المسيح له المجد. وبعدين يقول مغتسلة أجسادنا بماء النقي في عبرانيين 10. غير على الصليب خرج من جنبه دم وماء. الدم يرمز للفداء، والماء اللي من خلاله كيف ننال استحقاقات هذا الفداء بالمعمودية. عشان كده القديس يوحنا يقول الذين يشهدون في الأرض الروح والماء والدم. الفداء بدم المسيح اللي بننال استحقاقاته بعمل الروح القدس في سر المعمودية اللي هي الولادة من الماء والروح. والثلاثة يجتمعوا في الشخص الواحد معا. يقول لي يعني هاي المية ليها كل المفاعيل ده، هي ما هي مش مية عادية، ده مية فيها نعمة الروح القدس.
عشان كده بيتصلى قداس اسمه قداس المعمودية. وربنا أشار لكده في مواقف كتيرة. شوفوا النعمان السرياني لما طلب إلي إليشا أن يغتسل في الأردن، قال ده احنا عندنا أنهار أكبر منه، مش معنى ده؟ وده كان رمز للأردن اللي هو اعتمد فيه ربنا يسوع المسيح وطهرنا من خطايانا. فإدى الماء قوة للتطهير، هو حسب إرادته اختار كده. الأعمى المولود أعمى اللي احنا بنقراه الفصل اللي بيتقري في أحد التناصير، ربنا يسوع المسيح قال له اذهب واغتسل في بركة سلوام، فمضى واغتسل وأتى بصيرا. طب ما كان ربنا قادر يمنحه نور العين من غير ما يروح، ولكن ده ربنا بيورينا ان الاستنارة هناخدها من خلال المعمودية. فالروح القدس اما بيحل على المياه، عشان كده الكاهن بيحط الميرون على المية المعمودية يقدس مية، بتبقى مش مية عادية، عشان كده ممنوع حد يلمسها، مش أي حد. وبعد الكاهن ما بيخلص صلاة المعمودية ويعمد، في صلوة بيصليها عشان ترد لطبيعتها مرة أخرى مية عادية يقدر يصرفها. مينفعش تتصرف كده، تصلى صلاة بترد المية لوضعها الايه البسيط، لكن غير كده بتبقى مية فيها نعمة خاصة مش اي مية. يقولوا انتوا يعني بتجيبوا كلام بايخ قوي، طب ليه بتقولوا مدفونين معه؟ طب ليه ما نقولش على المعمودية هي قيامة مع المسيح؟ ليه بتقولوا هي موت مع المسيح؟ هي موت وقيامة، ومش احنا اللي قلنا كده، ده الكتاب نفسه بيقول ان كنا قصرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته، ان كنا قد متنا مع المسيح نؤمن اننا سنحيا ايضا معه. فنحن نؤمن بما جاء في الكتاب، مش بنستحسن ايه اللي نقوله. وقوة القيامة بتيجي بالموت. يقول اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت، ده الكتاب اللي بيقول كده، مدفونين معه في المعمودية. يقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه، مش هنال قوة قيامته إلا بشركة ألامه متشبها بموته. يعني لازم اجتاز المعمودية. يقول علمينا هذا ان الانسان العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية. ده كله بيتم فين؟ في المعمودية. فشيء بديهي ان القيامة معناها القيامة من الموت، يبقى فيها موت وقيامة. يقول لك طيب في سؤال بقى، كيف يعتمد إنسان ليخلص من الخطية الأصلية إن كان قد ولد من والدين قد تعمد وتخلص من تلك الخطية؟ طب أبوه وأمه مش اتعمدوا وخلصوا منها، طب هو يتعمد ليه؟ اولا ده الحكم كان على ادم، احنا بنورثه مباشره من الجد الاكبر، لان احنا كلنا كنا فيه، كلنا كنا ايه فيه. فاصبح على كل ذريه ادم، ده غير ان الاب والام اخطاوا تاني بعد ما تعمدوا، لكن احنا بناخده من ادم مباشره. يقول الكتاب كانما بانسان واحد
دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، إذ أخطأ الجميع. كما في آدم يموت الجميع، هكذا أيضا في المسيح سيحيا الجميع. غير أن الخلاص ما ينفعش واحد ياخد بركات الخلاص بالنيابة عن التاني، الموت على الجنس البشري كله، لكن نوال الخلاص لازم كل واحد على حدة. من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. يعني صار الخلاص متاح للبشرية كلها، لأن كل البشر ورثوا الحكم، لكن من الذي يستفيد منه؟ اللي يؤمن. ممكن اتنين اخوات من نفس الأب والأم، واحد يؤمن واحد لا يؤمن. فالخلاص لازم بيبقى ايه؟ شخصي فردي حسب ايمان الشخص ده. ممكن من والدين ما يكونش مسيحيين اصلا ولم ينال الخلاص او اخطأوا، ممكن واحد يؤمن ويخلص، لان الحكم اصلا موروث على البشرية كلها. حتى المرتل بيقولها أنا ذا بالآثام ولدت وفي الخطية حبلت بي أمي. سؤال أخير، هل المعمودية تعاد؟ وخصوصا احنا في نقول في القانون الإيمان نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. المعمودية بتتعاد؟ لا. طب اما يجي حد بروتستانتي او كاثوليكي او اي طائفه اخرى ويكون اتعمد بحسب طقسهم، المعموديه تتعاد ولا ما تتعادش؟ تتعاد. ليه؟ لان اولا المعموديه عند بالنسبة للبروتستانت ما عندوش الإيمان اللي اتعمد بيه بمعموديتنا إحنا، لا يؤمن بيها إنها كسر ولا ليها فعالية، كل هذه الفعاليات، ولا يؤمن بالكهنوت أصلا، وبالتالي بنعتبره ما اتعمدش. طب في كنايس بتؤمن بالمعمودية زي الكاثوليك والكنائس البيزنطية مثلا، هل تعاد المعمودية ولا ما تعادش؟ تعاد. ليه؟ لأن في حروم محرومة. احنا قلنا لازم يكون كاهن شرعي ما لهوش حروم، ففي حروم أغلقت على الطوائف دهيت ان نقبل معموديتهم، لان المعمودية مبنية على الايمان، وطالما في اختلاف في الايمان بنعتبر ان ما بني على باطل فيبقى باطل. فكل هذه الامور بتخلينا بنعتبر ان ما فيش اعادة للمعمودية، بنعتبر كأنه ما تعمدش. المعمودية لازم تكون على إيمان سليم بواسطة كاهن شرعي زي ما قلنا، وتكون مقترنة بإيمان، وإلا ما تبقاش معمودية. ونكتفي بهذا القدر بالنسبة للمعمودية، ونجاوب بعض الأسئلة بسرعة عشان ما نأخركوش. في حد بيسأل على المعاملات الناس وبعضيها، فمعلش هنجاوبها الحاجة دي في مرات تانية، ونركز إذا كان في حاجة إيه.
في حد يقول السيد موسى قلت قبل كده ان ما ينفعش احد ارثوذكسي يتجوز واحد من طايفة تاني، انا اعرف ناس اتجوزوا ما حدش فيهم غير عقيدته فضلوا زي ما هم، ازاي ما ينفعش؟ لازم بيعملوا انضمام والا ما ياخدوش تصريح زواج. ممكن يكونوا عملوا انضمام وانتي ما تعرفيش، او ممكن يكون في ناس بتعمل انضمام ويفضلوا يرجعوا تاني، ده وضع تاني بقى. معلش اسمحولي الحاجات الشخصية هفوتها المرة دي عشان اتأخرنا كتير بسبب النور. في اقترح ان الامتحان يكون غير ورقي، يكون شامل زي، معلش احنا هننفذ ده وده وهنقسم الدرجة ويمكن نخلي الدرجة الاكبر للي مش ورقي، بس الورقي مهم جدا لانه مفيد ليكوا يدربكوا ازاي الواحد يعبر عن فكره. بعد اذن حضرتك ساعة واحدة الامتحان اللاهوت غير كافية. ما هو في الوضع الجديد ممكن الوضع يتغير او الوقت ممكن ينظر فيه، نشوف القائمين على نظام الامتحان وتقولوا لهم يعني. ممكن هل يمكن ان امتحن في الاونلاين دون حضور المحاضرة اذا حدث مرة مجازا؟ طبعا في الغياب لابد ان يكون في حدود معينة والاسباب قهرية بنسبة معينة يعني، لكن للفايدة ان الواحد طالما قادر يحضر يحضر كله. حد بيقول لم يشترط قيام كاهن بسر المعمودية في معمودية الدم. معمودية الدم دي حالة اكسبشن، بيبقى حد آمن وبيستشهد فورا يعني، ده مش الوضع الطبيعي. معمودية الكنيسة قائمة على الإيمان بحلول الروح القدس، هو أصلا واحد آمن بربنا يسوع المسيح في حالة وهو معرض للموت، الكتاب يقول لا يستطيع أحد أن يقول المسيح رب إلا بالروح القدس، فده في الوضع اللي هو وضع استثنائي خالص يعني، مش هو الوضع الطبيعي. واحد قدم حياته عشان يؤمن يعني، ينكر إيمانه وبعد كده يجي يتعمد عشان يقول لا. يا ريت ان يراعى ان ما يكونش الامتحان بتاع اعداد خدام مع امتحانات الجامعات عشان ما نقصرش. طبعا الحاجات دي تراعى جدا، ولو في مره من المرات حسيت ان الامتحان متزامن نبهونا ونعدل الامتحان. ان كان الختان للذكور فقط فكيف يرمز للمعموديه التي هي للجميع ذكورا واناثا؟ باعتبار الرجل بيبقى هو رب الأسرة أو بيعبر عن الأسرة، يقول لك فلان وكل أهل بيته، فكان الانضمام بالعضوية يعني بيشمل الكل من خلال الرجل. ما هو سبب انقسام الكاثوليك والبيزنطيين في نقطة انبثاق الروح القدس؟ ان الكاثوليك قال يعني اضافوا حاجة ما كانتش موجودة، ان قالوا الروح القدس بينبثق من الاب والابن. ما هي الاسفار الاخرى التي يؤمنوا بها؟ لا يعني مش البروتستانت، لكن الاسفار القانونية التانية بيؤمن بها البيزنطيين والكاثوليك، اللي هي قلناها سفر طوبيا ويهوديت ويشوع بن صراخ والأسفار القانونية التانية كلها. الأعذار لما يكون في عذر حقيقي خلاص بنسبة معينة. هل صحيح إنسان يتناول دم وجسد المسيح وهو لم يعتمد بعد يموت هذا الشخص بعد 3 أيام؟ مين قال إن بعد 3 أيام أو يموت يعني؟ الأحداث دي متروكة لله وللظروف يعني، ما فيش
قاعدة فيها إن لازم يموت أو بعد 3 أيام. بيقول سمعنا إن هناك اتفاق بين كنيستنا والكنيسة الكاثوليكية أن نلغي إعادة المعمودية في حالة التنقل. لا، في سعي للاتفاق على ذلك، ان السعي ده ان لما نبقى واحد في الايمان نبقى لكن لم يتم بعد، بس في سعي نسعى جاهدين ان يكون ايه المعمودية واحدة. معمودية واحدة يعني ايه؟ ان نكون ايمان واحد، دي امنية. في سؤال بيقول الاب والابن والروح القدس ثلاثة اقانيم ذو جوهر واحد، ولا يوجد واحد يسبق الآخر في الوجود. كلمة الانبساط توحي بوجود الآب قبل الروح القدس، بما أننا نقول المنبثق من الآب، فما الرد على هذا المفهوم؟ لا طبعا، احنا بنقول الذي انبثق من الآب يبقى قبله، لكن بنقول المنبثق من الآب، أو زي الابن برضه المولود من الآب قبل كل الدهور. يقول الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. كلمة اليوم تعني الاستمرارية، فمش ممكن الآب هيكون آب من غير ما يكون فيه ابن، لأن مش ولادة جسدية فيها انفصال، ما هوش حد انفصل عن حد. فزي الابن بنقول المولود من الاب قبل كل الدهور، ولكن انت ابني وانا اليوم ولدتك، الولاده مستمره، فبرضو الانبساط مستمر زي جمر النار. مفيش لحظه الجمر موجود وما بينبثقش منه ايه حراره. في اللحظه اللي اتوجد فيها الجمر الحراره بتبقى ايه موجوده ومنبثقه، لكن الجمر زمني. لكن الله أزلي، وبالتالي الانبساط أزلي، فلا يعني أن أقنوم يسبق الآخر. عشان كده المنبثق من الآب، ما بنقولش الذي انبثق من الآب، لا ده منبثق على طول زي الشمس، طول ما هي من ساعة ما موجودة بتشع نور وبينبثق منها حرارة. ما فيش لحظة كانت الشمس موجودة من غير ما بينبثق منها حرارة، لكن الشمس اتخلقت في وقت معين. لكن الله يعني كائن قبل الظهور كلها أزلي أبدي سرمدي، وبالتالي الانبساط منذ الأزل. وما ينطبق على الروح القدس الانبساط ينطبق على الابن برضه. هل نتيجة امتحان اونلاين سوف تظهر بعد حل الامتحان مباشرة؟ هو كتب مباشرة، لكن هي مباشرة بقى ولا سوف؟ هنا كتب ولا سوف، ممكن تتقال ام سوف تظهر النتيجة كاملة في نهاية الترم. لا، دي النتيجة بتظهر على طول، بيبقى في خانة كده ظهور النتيجة، لأن هنا محدش بيصحح، هو في برنامج بيصحح على طول بحيث محدش يقول أنا اتظلمت، فبتظهر على طول، ودي فرصة إن الواحد يعرف مستواه ويقدر يحسن من نفسه على طول. في حد بيقول سلام يا أبي، هل لو أنا عملت خطية ما ومش عارفة أعترف بيها لأب الاعتراف، أو ما عنديش الجرأة وندمان عليها وعاوزة أتوب، أعمل إيه؟ إرشاد حضرتك.
أولا الواحد في الاعتراف بيختار أب الاعتراف اللي يثق فيه ويرتاح يتكلم معاه. وفي الاعتراف بيبقى فيه شقين، شق إن أنا بقول خطيتي عشان أخد الحل عنها وبسمع العلاج أو الإرشاد اللي يساعدني إن أبطل الخطية دهيت. فالواحد أما بيكون خجلان شوية، الخجل ده نستفيد بيه من الناحية الإيجابية إن يخليني أبقى حريص إن ما أكررهاش تاني، لأن أحيانا عدو الخير يعمل العكس، يجي وقت الواحد ما بيعمل خطية يشيل منه الخجل خالص، ما يبقاش خجلان وينسى الخجل، لكن يجي عشان يعترف بخطيته يبقى ايه، يجيب له الخجل اللي يعني ايه يمنعه انه يعترف. فهنا من الافضل الانسان ان يقر بخطيته، وربنا ما بيدينش حد مرتين، طالما الانسان ادان نفسه يقول لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. وممكن الانسان يعترف بطريقة مش شرط أحكي التفاصيل، أقول الخطية بطريقة مجملة بس بحيث أبقى متأكد أو متأكدة إن أبونا فهم أنا عايز أقول إيه، لكن تفاصيل الخطية مش شرط الواحد يقولها، يعني يقول عملت كده ويعني خلاص. وكل الواحد ما بيكون صريح وواضح كل ما هو بتبقى فايدته أكتر. في حد بيقول ليه ما نكتفيش بالامتحانات الأونلاين؟ الأونلاين دي اختيارات، دي ما تلغيش الامتحان التقليدي ولا سيما الاعداد خدام، لانه من ضمن اعداد الخدام لازم الخادم يبقى مدرب ازاي يقدر يعبر عن فكره ويشرحه بطرق متنوعة، سواء بالكلام او سواء بالكتابة. ممكن الواحد يتسأل سؤال ويضطر يكتب إجابته، فما لم يكن الإنسان مدرب إزاي يعبر عن فكره بيبقى قصور في شخصية الخادم، فلازم الإنسان برضو يقدر يعبر، مش مجرد يختار الإجابة الصحيحة وكده إنه فاهم، لا لازم فاهم ويقدر يعبر عن إيمانه وعقيدته أو عن فكره بصفة عامة. يعني هل الامتحان مقالي ولا نوع الامتحان ايه؟ لا، في الاونلاين مش مقالي. كروتناكم في الأسئلة شوية على أساس ركزنا على الموضوع، لكن في مرات قادمة إن شاء الله يبقى الوقت متاح أكتر نجاوبكم. تفضلوا نصلي.